حالة من القلق سيطرت على العالم كله وعلى السوشيال ميديا بمجرد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ بسبب فيروس جدري القرود، واللي تفشى بشكل كبير جدا في عدد من البلاد الأفريقية ومنها الكونغو. وطبعا كل الناس بقت خايفة من شبح الإغلاق واللي عشناه في فترة فيروس كورونا، وبقى في عند الناس أسئلة كتير جدا هنحاول نجاوب عليها كلها مع الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، واللي هيكون معانا دلوقتي على زوم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور، عايزين نعرف في البدايه ايه هي اعراض فيروس جدري القرود؟ طيب خلينا الاول نطمئن الناس مبدئيا. الحمد لله في مصر ما فيهاش ولا حاله حتى الان من جدري القرود. جدري القرود مش فيروس مستجد، مش اول مره يظهر في العالم، لا هو كان ليه وبائيات محدوده بيظهر والحمد لله بيتم انحصاره، فبالتالي هو مش فيروس مستجد. كان موجود في 2022 وكان موجود في التسعينات والسبعينات، ولكن من نعمه ربنا انتشاره كان محدود وبائيته محدوده. أعراضه طبعا أول حاجة بيشعر الشخص بارتفاع في الحرارة اللي هي الحمى، وفي آلام في العظام، وبعديها في التهاب في الغدد الليمفاوية. قد يستمر الأعراض دي لمدة 3 أيام، بتتشابه بنسبة كبيرة مع أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا، ولكن ما يميزها إن إحنا في اليوم الرابع من السخونية والآلام في العظام بيظهر نوع من الطفح الجلدي اللي هو بصور الوجه والكفين، اللي يكون مميز جدا بشكل جدري القرود. فبالتالي أول 3 أيام تبقى حرارة، آلام في العظام، التهاب في الغدد الليمفاويه، يعقبه طفح جلدي، وده ما يميز هذا المرض، بمعنى ان احنا اول 3 ايام ممكن ما نقدرش نفرق ما بينه وما بالظبط. بين كورونا وما بين البرد والانفلونزا. ما يميزه ظهور الطفح الجلدي في الوجه والفكين اللي هو بيظهر والاعضاء يا دكتور التانية زي الجدري اللي احنا كله. عارفينه، النقط الحمراء. طيب هنقول ان هو اشباهه كتير، اوكي. اشباهه جدري الجدير المائي، مش الجدري، عشان الناس في خلط ما بين جدير المائي للاطفال وجدري البشر وجدري القرود. الثلاثة بيبقى فيهم تشابه كتير في البصور اللي بتحصل والحبوب المائية اللي في الوجه والإيدين، ولكن إزاي نفرق ما بين الجدير المائي اللي بيجي لأطفالنا وما بين جدر القرود وما بين جدر البشر؟ ازاي بقى يا دكتور؟ جدر البشر ده وباء انتهى من العالم كله في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، لم يكن له وجود الآن نهائيا، وده تم عمل لقاح ليه وتم تطعيم للناس كلهم، وبالتالي اختفى من العالم كله، وبالتالي لا يتم التطعيم له لأنه مرض وانتهى. هيبقى في مرضين، الجدري القرود والجدري المائي. المائي. الجدري المائي عدوى بسيطة بنشوفها عند أطفالنا بالذات اللي ما خدوش تطعيم الجدري المائي، بيعبر عن حرارة يجي بعدها طفح جلدي زي حبوب فيها مية شبه الماء، عشان كده قلنا عليه جدري مائي، وده مش خطير وبيجي لأطفالنا، الناس ما تقلقش منه، عكس جدري القرود. جدري المائي عكسه تماما، جدري القرود مش موجود في مصر، الجدري المائي بنشوف حالات منه ولكن في لقاحات ليه وحالاته بتبقى بسيطة، الأم ما تقلقش، حبيش كل حبيتين فيهم مية يبقى ده جدري القرود. احنا عندنا جدري المائي، عندنا مرض اسمه عدوى فيروس الفم واليدين اللي هو بيبقى فيه قرح في الفم وقرح في الإيدين والرجلين شبيهة بالجدري، دي عدوى فيروسية زي الهربس، وعندنا الجدري المائي اللي بيجي في الأطفال، ودول طبعا سهل تمييزهم عن جدري القرود اللي هو بنعيد المعلومة تاني مش موجود في مصر. احنا في الصيف بنشوف حالات طفح جلدي حساسية، بنشوف حالات حمى النيل، بنشوف حالات التهاب الفم والكفين والقدم والرجلين، وبنشوف حالات جدير الماء في الأطفال، ودي حالات بسيطة كلها، الأم ما تخضش ما تخافش، الحالات دي حالات عادية، مش كل حبوب بتظهر تبقى جدر القرود. جدر القرود يا جماعة مش موجود في مصر في مصر بالظبط مش نهائيا. موجود. طيب، هل في فئة عمرية معينة مهددة أكتر بالإصابة من غيرها يا دكتور؟ طب هنعكس السؤال، الكل معرض للاصابه ولكن في فئه اكثر خطوره او الدخول في مضاعفات خطيره عند الاصابه، والمضاعفات الخطيره بتكون الوفاه، اللي هي مرضى ضعف المناعه، مرضى الايدز والاتش اي في، مرضى السكر، مرضى القلب، اللي هي كبار السن، اللي هي اصحاب الامراض المزمنه، اللي احنا بنحذرهم مع اي عدوى فيروسيه مش جدري القرود بس، ان هو وقع الاصابه عندهم بتكون اخطر من غيرهم عند الاصابه باي عدوى فيروسيه، كذلك جدري القرود بيكون وقعه خطير على فئه ضعف المناعه، مرضى المولودين بنقص المناعه او المكتسب زي الاتش اي في، او مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الفشل الكلوي، كل دول امراض مزمنه بتضعف المناعه، فبالتالي وقع الاصابه عند اصحاب هذه الامراض بيكون اخطر من طبعا الاشخاص الاخرين، لكن الكل معرض للاصابه امتى؟ عندما يكون شخص مصاب، عشان كده ممكن نتكلم على طرق نقل العدوى، لان الفيروس ده مش رذاذي، نادرا ما بينتقل عن طريق الهواء او الرذاذ، هو فيروس جلدي تلامسي، لازم يكون هناك شخص مصاب وانت تلمس جلده او مفهوم. تلمس ملابسه، والفترة احتكاك كبيره جدا، على عكس كورونا الشخص كان ممكن يهدي من 10 ل 20 عن طريق الهواء، لكن جدري القرود الشخص ممكن يهدي، الشخص
اذا انت لمست جلده او اشياءه لفتره كبيره، العدوى الرذاذيه مش هقدر اقول منعدمه ولكنها نادره الحدوث، لان الفيروس ده ثقيل ما بيقدرش يمشي المسافه قريبه ان هو يقع. لازم اكون انا والشخص المصاب في حجره مغلقه لمده 4 ساعات عشان ينتقي الرذاذي، فبالتالي تحوله لجائحه نادر الحدوث لان مش عدوى رذاذيه زي ما قلت لحضرتك ولكنه عدوى جلديه تلامسيه. طب دكتور، الصيف بيخلص والشتاء بيجي، وطبعا كم الفيروسات اللي بتكون موجودة في الفترة دي عامة بتكون كتيرة جدا، ازاي نحمي نفسنا الفترة اللي جاية سواء كبار السن الصغيرين وأي سن وأي مرحلة عمرية؟ احنا كل نقول ان دخلة الشتاء او اخر الصيف وبداية الشتاء بتكون نشاط للعدوات الفيروسية اكتر من الشتاء نفسه، بمعنى فترة تغيير الفصول اللي بالظبط. هو لا شتاء ولا صيف. الفترة اللي جاية دي بتكون موسم انتشار للبرد والانفلونزا والكورونا وكل العدوات التنفسية. هنقول للناس على نصايح مهمة جدا ليهم ولاولادهم الفترة اللي جاية. أرجوك اول نصيحة مهمة ان ياخد لقاح الانفلونزا لينا والاطفال اللي هو وهو خلاص لقاح نزل، البرد العادي اللي موجود في الصيدلية، صح كده؟ بالفعل اللي هو اسمه العلمي لقاح الانفلونزا لانه بيقي من الانفلونزا مش البرد، العكس من الناس فاكره، لان في فرق ما بين البرد والانفلونزا. الانفلونزا مرض سريري حراره 40 لمضاعفات رئويه على الاطفال وعلى مرضى الحساسيه، فبالتالي الوقايه باخذ لقاح الانفلونزا قبل الشتاء مهم جدا لاطفالنا، مهم جدا للحوامل، مهم جدا لمرضى السكر، مهم جدا لمرضى حساسيه الصدر ولكل الفئات والحوامل اخذ لقاح الانفلونزا، وهذا ميعاده الان يتم اخذ لقاح اللي هو الانفلونزا. بيبقى تقريبا تاني يا دكتور حاجه في شهر 9، صح كده؟ في شهر 9 ده اهم شهر ليه بالفعل لانه احنا عايزين ناخده قبل الشتاء، لان شهر 9 هو قبل دخول الشتاء، وبالتالي مهم جدا ان ناخد لقاح هل بيكون الانفلونزا. ليه أعراض يا دكتور؟ يعني في حرارة بعد ما حد بياخد الحقنة؟ نادرا من ضمن مضافاته ممكن يسخن، ايديه تورم شويه مكان الجرعه، ودي اعراض نادره الحدوث ولكنها قد تحدث، ولكنها نادره الحدوث وليس فيها ادنى خطوره زي اي لقاحات. ممكن اسخن شويه، هاخد خفض حراره، لكن دي حاجه نادره او عرض جانبي نادر جدا مع اللقاحات. وهي حقنة واحدة. وحقنه واحده لو هو طفل اول مره ياخدها وسنه من 6 اشهر ل9 سنوات هياخد حقنه دلوقتي وحقنه تاني بعد شهر، اوكي. لكن لو هو بياخدها كل سنه حقنه واحده فقط لا غير. لو ابني كل سنه في نفس الموسم بياخدها ياخدها مره واحده. لو سنه فوق 9 سنين هي مره واحده حتى لو كان ما خدهاش قبل كده، لكن مفهوم. من 6 اشهر ل9 سنين لو اول مره في حياته ياخدها هياخد جرعتين فاصل شهر، اوكي. لكن لو بيعتاد اخدناها بتبقى جرعه واحده فقط لا غير. ماشي. ده كده أول حاجة لقاح البرد أو لقاح البرد. الإنفلونزا. تاني حاجة التغذية الجيدة لأطفالنا بالذات احنا داخلين المدارس، مناعة أطفالنا يعني غذاء، الغذاء مهم جدا ويكون غذاء بروتيني متوسط قليل الدسم خضروات. الأمهات بتسألنا إيه هو الغذاء المناعي؟ أقول لهم يا جماعة الغذاء المناعي هو خضار الموسم، فاكهة الموسم، مفيش حاجة اسمها خضروات معينة، مفيش حاجة اسمها فاكهة معينة. لو أنت وظبت على خضار الموسم وفاكهة الموسم، لو أنت في بكليات ومكسرات تحتوي على الزنك، الفواكه تحتوي على فيتامين سي ومضادات اكسده، البروتين يحتوي على اجسام مضاده مناعيه لينا. لو احنا عملنا كده وبعدنا عن الاكلات السريعه، بعدنا عن العناصر الملونه، بعدنا عن المواد الحافظه، نسبه كبيره بيكون ده غذاء مناعي جيد لاطفالنا. دي اول حاجه. تاني حاجه الرياضه مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه ونحافظ على جهازنا المناعي المتوازن. ثالث حاجه اللي هنعود اطفالنا عليهم من دلوقتي قبل المدارس ان احنا ننام بدري، ممنوع السهر، النوم بدري واخذ عدد ساعات من النوم لا يقل عن 7 ل 8 ساعات مهم جدا لجهازنا المناعي. رابع حاجه طبعا ودي مهمه جدا للامهات والاباء اللي بيدخنوا، البعد عن التدخين مهم جدا لمناعتنا ومناعه اطفالنا، لان اطفالنا كمان بيدخنوا معانا سلبيا، طبعا. فبالتالي ابعد عن التدخين لان ده بيأثر على مناعتنا. خامس حاجه ابعد عن التوتر، ابعد عن القلق، ابعد عن الانفعالات الزايده، اعمل اجراءاتك، اعمل حرصك ولكن بدون خوف او قلق. لو عملنا ال5 كبسولات مناعيه بجانب منظومه اللقاحات بنسبه كبيره هيكون في حمايه، طبعا بجانب الاجراءات الاحترازيه زي النظافه وارتدائنا للكمامات في التجمعات، كل دي اساليب اتعلمناها من كورونا ومهم جدا لمناعتنا للوقايه من اي عدوى فيروسيه، مش كده للقرود بس، مش الانفلونزا بس، مش كورونا بس. لو طبقنا المنظومه دي بنسبه كبيره هيعدي موسم تغيير الفصول، هتعدي هذه الفيروسات التنفسيه بدون اي مشاكل صحيه. يبقى خلينا نلخصهم يا دكتور مع بعض. أول حاجة ناخد لقاح الإنفلونزا. 2، وده ناكل ميعاده خضار دلوقتي. والفاكهة بتاعة الموسم، مفيش أكل معين بس ناكل صحي وبلاش الوجبات السريعة وأكل الشارع، صح كده؟ حلو، 3، والبقوليات رياضة. لانها تحتوي على الزنك بقوليات. مهمه جدا. ماشي، يبقى نبعد عن الاكلات السريعه، نبعد عن المواد بالظبط. الحافظه، ده كده غذاء مناعي. ماشي. تالت رقم حاجة 3 الرياضة. الرياضه. 4، ننام كويس ونبعد عن التدخين وبدري، ننام ونحاول بدري نبعد عن وعدد كافي التوتر. من الساعات. وبالذات اطفالنا يبقى 7 ل 8 ساعات ننام مبكرا، ده نوم صحي لمناعتنا.
خامس حاجة البعد عن التدخين، زي ما قلنا بالظبط التدخين مش بتدخن انت، بتضر نفسك، انت بالظبط بتضر اللي حواليك الاخرين كلهم. ومنهم اطفالك، والتدخين بيأثر على مناعتنا بنسبة كبيرة جدا. وبعد كده البعد عن القلق والتوتر التوتر والانفعال قدر بالظبط. الامكان. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. شكرا لك يا فندم.